خلينا نروح لواحد من اللاعبين المميزين في نادي المقاولين طبعا، وزميل كان كابتن محمد صلاح، واكيد عصره في وقت من الاوقات كابتن ايهاب المصري لاعب المقاولون العرب. كابتن ايهاب مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن، مساء النور على حضرتك. ازيك واخبار الدنيا ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن، سعيد طبعا ان انا موجود مع حضرتك حبيبي دلوقتي. يعني حبيبي ربنا يخليه. اكيد لو حابب توصل رساله لصلاح في عيد ميلاده وانت كنت زميل ليه يعني. طبعا يعني طبعا بنقول له كل سنه وهو طيب، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليه وسنه مليانه بالبطولات والانجازات اللي بيحققها، ودايما كلنا داعمين ليه وكلنا في ظهره، والمزيد من التألق واللي يرفع راسنا اكتر واكتر، لان هو فخر لينا كلنا وفخر لمصر وفخر النادي المقاولين العرب لكونه احد ابناء نادي المقاولين العرب. ده احنا بنتشرف ان احنا بننتمي ليه، فهي حاجه كل نجاحاته بتشرفنا وبتزيدنا فخر بيه اكتر واكتر. طيب يعني ابرز المواقف مع محمد قبل السفر يعني او قبل احترافه ايهاب. يمكن يا كابتن كان في يعني انا يمكن عشان انا كنت يعني هو كان طالع معانا واحنا كنا خلاص يعني كنا كبار وكنا كباتن الفرقه وكنا كباتن النادي، فحصل يمكن اول مباراه لمحمد صلاح انا فاكرها كانت مباراه انبي، كنا بنلعب نادي انبي في بيتر سبورت مع كابتن محمد رضوان وكابتن سعيد الشيني، وكنا متقدمين 2-0، وفي اخر الماتش محمد صلاح نزل لعب باك ليفت يا كابتن، فطبعا باك ليفت هو مش مكانه، فكان المحمدي ساعتها في انبي، فيمكن الحاجات اللي انا فاكرها الماتش في اخر 10 دقائق بقى 2-2، وهو طلع بعد الماتش يعني كان الهدفين كانوا بسببه، فهو طلع بعد الماتش متضايق جدا من الموضوع وحاسس ان هو يعني كان سبب في التعادل. هو طبعا مش مكانه، وهو اتكلم معانا احنا ككباتن فرقه، كنت انا وكابتن عقباوي اتكلم معانا الامور يعني عايز يرجع يلعب مكانه. ففعلا الماتش اللي بعده انا فاكر كان المقصه في كاس مصر، فقدر يصنع الهدف الاول كمان ولعب مكانه وقدر يصنع الهدف الاول لمحمد سماره، وكانت من الحاجات الكويسه جدا. انا اصلا بعد الجول ده انا ما جريتش على سماره، انا جريت على صلاح ومشيت صلاح، لان احنا عامه ولاد النادي في نادي المقاولين بيحنوا لبعض ودايما بيكونوا في ظهر بعض. يعني يعني الماتش ده تحول بالنسبه لصلاح ان هو من ما استسلمش يا كابتن، هو طلع بعد الماتش بتاع ماتش انبي وقعد متضايق وكان عنده اصرار اللي هو يوري الناس اللي هو ده مش مكاني، انا ما كنتش يعني انا ما كنتش وحش النهارده عشان انا لعيب وحش، لا انا كنت يعني ما كنتش موفق عشان انا مش ده مش مكاني. طب يعني في الموقف ده هو اتكلم مثلا مع المدير الفني في الوقت ده ان ده مش مكانه ان انا العب في المكان بتاعي، يعني هل اتكلم في الجزئيه دي؟ لا 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 اتكلم معانا احنا لكن ما وصلش صوته للمدير الفني. لا 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 ما طلبش. طب ازاي بقى هو لعبه من كده من يعني الموضوع جه كده بقى ان هو يلعب في ما انا بقول لحضرتك لا احنا اتكلم يعني يوم الباك ليفت ده احنا هو اتكلم معانا احنا ككباتن فرقه كبار، لان انا كان قاعد في الاتوبيس كان قاعد قدامي فكان قاعد متضايق جدا فبتكلم معاه، فقال لي يعني قال لي انا مش مكاني يا كابتن، وكان متضايق اللي هو خسران يعني فهو كان حاسس اللي هو سبب في الخساره بتاعتنا او التعادل. فبعد كده الماتش اللي بعده على طول وعمل ماتش كبير جدا مش عايز اقول لحضرتك، يمكن كمان من المواقف ان اخر يعني اول جول لصلاح في النادي المقاولين العرب هو كان اخر ماتش ليا مع النادي المقاولين، يمكن هو كان ماتش منتخب السويس ونادي المقاولين في كاس مصر في استاد السويس، وهو احرز الهدف الثاني وكان ده اخر ماتش ليا في نادي المقاولين. يعني احنا نتمنى ان صلاح نتمنى له طبعا زي ما بقول لك كده ان شاء الله يعني في احسن حال كلنا يعني كلنا طفره طبعاً. كبيره في كره القدم المصريه يا ايهاب. انا بشكرك يا ايهاب طبعا ان انت يعني ذكرت لنا موقف ممكن يكون تحول في شكل المركز بتاع صلاح، لان لو كان نجح في ناحيه الشمال كان هيفضل ناحيه الشمال ممكن في المقاولين، لكن فكره ان هو ده مش مكانه وعارف وابتدى يشتكي في الجزئيه دي ويبتدي يرجع في الجزء الامامي، اعتقد ان ده برضو اداله شكل مختلف في طريقه